أين هو حاكم كاراجيسار؟ لا أدري. أيها الأهالي الكرام، لم يخرج إلى أيها الأهالي الكرام، الآن سنعرف ماذا يريد. اسمعوا ولا تقولوا لم نسمع. سيدنا أرطغرل والسيد تكفور يريدان أن يجتمعا بتجار السوق ليناقشا الأمور والمشاكل. هم يريدان أن ينضما إليكم كي يعرفا همومكم. أيها الأهالي الكرام، اسمعوا ولا تقولوا لم نسمع. ماذا يقول؟ سيدنا أرطغرل والسيد تكفور يريدان أن يجتمعا بتجار السوق ليناقشا جميع الأمور والمشاكل. هم يريدان أن ينضما إليكم لكي يعرفا همومكم. أيها الأهالي الكرام، اسمعوا اسمعوا ولا تقولوا لم نسمع. جيد. انظر إلى دب الجبل، هل رأيته؟ ليس شكله كالدب فقط وصوته أيضا. يحيى السيد أرطغرل. يحيى السيد اليهود والنصارى الأرثوذكس والتجار ممتنون كثيرا للسيد أرطغرل ولك أنت أيضا. صحيح. هذا صحيح. صحيح. نحن ممتنون. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك سيدي. أنقذتنا جميعا من قطاع الطرق ومن الخونة أيضا. صحيح. صحيح. نشكرك سيدنا. شكرا لك. شكرا. 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 والظلم قد رفع عن الأهالي، أما العمل فقد أصبح جيدا جدا في السوق وقد حلت بيننا العدالة والرحمة. الحمد لله. كسبت قلوب التجار سيد أرطغرل. إن مشاركة الرزق الذي أعطاني الله إياه بالعدل هو دين في عنقه. شكرا لك. يحيى سيد أرطغرل. يحيى سيد أرطغرل. حليمة، حزنت كثيرا من أجل أخيك ووالدك. الفتنة قد انتشرت في كل مكان. أعلم أن السيد أرطغرل سيظهر عما قريبا جميع الخونة في أراضينا إن شاء الله. تجار سوق الخان الصادقين، أريدكم جميعا أن تعرفوا أن تجارة كاراجيسار مع سوق الخان قد بدأت مجددا، وقد أعطيت الأمر لتأخذوا مستحقاتكم وأن تبدأوا بتبادل البضائع بعد قليل من الأيام. أبي! أبي! فوق المصيب! ماذا جرى؟ من فعل هذا؟ عدوا إلى الوراء! ارجوك! ارجوك! إنه هناك! بسرعة! عدوا إلى الوراء! أبي! هيا بسرعة! يا إلهي! لقد ضربوه بالسهم! ما الذي حدث؟ ضربوه بالسهم! أبي! هيا! أبي! احملوه إلى الداخل! هم يقتلوننا جميعا! أحضروا الخيول! هيا ساعدوه! من الذي ضربه؟ بسرعة! بسرعة! ساعدوا أبي! أيها المحاربون! اركض! اركض! اهجموا! أحدهم يضرب السهام! بسرعة! من فعل هذا؟ حاصروا المداخل والمخارج! أريد ذلك الرجل! بامسي! أدخلوه إلى الداخل! تحركوا! أبي! أبي!
مصيبة. أرجوك يا سعد، بلوه معنا. أرجوك سيد أرتوغرل، أرجوك سعد. هيلينا هيا بامسي، هيا ابتعدوا بسرعة. هيلينا أسرع قليلا، أسرع، ادخلوا هيا الداخل. هيا المسكين من ضربه بالسهم. قلت له يجب أن لا يثق بكم، لكنه لم يسمع كلامي. لقد قتل، لكن الأمر لم ينتهي. لا تنسى أن الحادثة قد حصلت في سوقك يا أرطغرل. يا إلهي، هذا الجرم، هذا جرم على السيد تكون ضربه بالسيف. القتل الوضع تأزم كثيرا. هيا بسرعة. من هذا الاتجاه. هيا بسرعة. هيا هيا تحركوا. ابتعدوا. سيد تكفور، افق افق يا سيدي، هيا تحمل، سوف تشفى، تحمل سيدي. الى هنا، تعالوا تعالوا. هيا أريده أن يموت. ضرب بسهم وهو في سوقك وضيف خانك. إن لم تجد ذاك القاتل ستكون أنت المذنب في عين الإمبراطور سيد أرطغرل. ألا ترى الجحيم الذي نعيشه؟ منذ أن أتيت ذاك اليوم إلى قلعتكم قائد فاسيليوس، الفتنة والافتراء اللذان تذكرهما دائما أصبحا يعششان في هذا السوق. سيد أرطغرل، إن لم تقبض على ذلك الوغد وبسرعة فسأهدم الخان على رؤوسكم. سأجد عديم الأصل ذاك عما قريب، وعندما أجده فلن يجد من غضبي أي مهرب، ولن يجد حتى قبرا يلتجئ إليه.